صباح الخير ومساء الخير يا لبابا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين، مشاهدين قناة سليلة بيو، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غادي نخصوه ليبيزود 3، الحلقة الثالثة، يعني البارتي ديال لو ترونسبور مومبرانير. فمن بعد ما درت لكم يعني جوج الحلقات، الحلقة الأولى خصها لانتروديكسيون ديال لا بيولوجي سيلولير، دوني عليها اون جينيرال. في البارتي أولا في لا سيونس الثانية أولا في الحلقة الثانية فدويت لكم على يعني لا مومبران بلاسميك، دويني على ستركتور ديالو وكيلك فونكسيون ديالو اللي تيدير. الآن جات البارتي الثالثة اللي وعدتكم بها اللي هي البارتي اللي كتخص لو ترونسبور مومبرانير. دونك إن شاء الله غادي نبداو لا سيونس ديالنا بلا ما نطول عليكم. دونك كيف ما شفنا في لي بارتي اولا في الفيديو السابق ان لا مومبران بلاسميك يجو ان رول اسونسييل دون لا ريغولاسيون دي ايشانج انتر لو ميليو انترا سيلولير اي لو ميليو اكسترا سيلولير. يعني لا مومبران بلاسميك كيلعب واحد الدور كبير ومهم جدا يعني في لا ريغولاسيون دي ايشانج، يعني كيريغل لنا اولا كينظمنا داك يعني لي زيشانج او ما يسمى يعني داك الانتقالات اللي كتوقع ما بين الوسط الخارجي للخليه والوسط الداخلي. كيف ما شفتوا في الشيما فوالا، دونك هذا هو لو ميليو اكسترا سيلولير، الميليو اللي كيكون خارج الخليه، فوالا لو ميليو اكسترا اولا انترا سيلولير. دونك تيوقعوا لنا واحد دي زيشانج اللي كيكونوا اونتر هاد لو ميليو، سواء من لو ميليو extérieur vers le milieu intérieur ou bien le milieu intérieur vers le milieu extérieur. Yani quel que soit les échanges les radicaux. Donc voilà, c'est la membrane plasmique, les carbonzolum MP. Donc qui a créé un ensemble de tabadoulat, voilà le schéma de la membrane. Donc كيف ما كتشوفوا هذا لا membrane qui كون واحد des échanges ma bien le milieu كيف ما قلنا extérieur ou là un extracellulaire ou le milieu intracellulaire. Donc il y a des échanges mabine entre les deux milieux, surtout maintenant l'oxygène qui est dans le chalia ou qui sort du CO2 ou كذلك qui connaît des nutriments etc. يعني داكشي اللي كتغذى عليه الخليه. Donc la membrane plasmique est caractérisée par la perméabilité. Perméabilité ou la كنسموها النفوذيه. هاد البيرميابيليتي شنو كدير؟ يا اما سوا ليسباسي سيرتان سبستانس، يعني كتخلي دي سبستانس انهم يدخلوا لا سيلول، او بيان دوتغ سبستانس نو، يعني ما كيدخلوش. هاد البيرميابيليتي اللي كتعطينا هاد دو كاركتير، سوا كتخلي لنا دي سبستانس يدخلوا لا سيلول سوا نو، كنسميوها لا سيليكتيفيتي. يعني سيت بيرميابيليتي اي سيليكتيف، يعني على السيليكتيف حيت انتقائيه، كاينين دي سبستانس اللي كتسمح لهم يدوزوا للخليه وكاينين دي سبستانس لا. دونك هادشي غادي نشوفوه علاش هاد لي سبستانس كيدخلوا كلك سبستانس كتخليهم يدخلوا و دوتغ سبستانس نو. دونك سي بور سولا لا مومبران بلاسميك ليسباسي دي سبستانس اسونسييل. هاد لي سبستانس اللي كيخليهم يدخلوا اللي هما سميناهم اسونسييل، علاش اسونسييل؟ لان بحال الاكسجين يعني السي او 2 يمكنش الخليه انها الخليه راه بحال واحد نيتغ فيفون، راه بحال الانسان، راه سبحان الله. يعني هاد لا بيولوجي باش زوينه، كاين شي حوايج اللي كتخليك يعني كتشوف العظمه ديال الله عز وجل. يعني هاد لا سيلول هي بحال واحد الانسان في وسط الانسان، يعني حتى هو ولا واحد الكائن حي في وسط كائن حي. يعني حتى هي هاد لاسي اللي كتنفس، يعني كتاخذ الاكسجين وكطرح سي او 2، وحتى هي كتغدى، يعني حتى هي كتاخذ دي نيتريمون، حتى هي كتشرب لو اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك شو سبحان الله، هاد لا بيولوجي الانسان خصو يتفكر يعني في خلق الله عز وجل، يعني غادي يلقى شي حوايج اللي سبحان الله منظمين وبواحد الطريقه اللي يعني كتبين العظمه ديال الله عز وجل. ايضا هاد المومبران كيدير لنا
الروجي لي ديشي ميتابوليك، يعني كيخرج لنا لي ديشي، داك الشيء اللي ما بقاتش باغاه الخليه، بحال السي او دو. يعني الخليه قلنا كتاخذ الاكسجين وكطرح السي او دو، ودي سيبستونس توكسيك. يعني كاينين دي سيبستونس لي توكسيك، يعني سامين ومضرين للخليه، دونك كتلوحهم بحال باغ اكزومبل كيموتو دي زورغانيت، بحال الميتوكوندري، بحال دي سيبستونس لي كيكونوا يعني انيتيل، ما بقوش صالحين للخليه، دونك كطرحهم يعني يعني باغ او بيان سو نيفو ديال الباغوا ولا الممبران، وكيخرجوا يعني ما يسمى بالترونسبور ممبراني. وكذلك لي ريست دي رياكسيون شيميك، يعني كيكونوا دي رياكسيون شيميك، دونك داك النتائج ديالهم والنواتج ديالهم فما كيخرجوا. فوالا الشيما ديال لا ممبران، دونك كما قلنا كيدخلوا دي سيبستونس، وفي المقابل يعني كيخرجوا دي سيبستونس. لا ممبران بلازميك عنده واحد دوبل كوش ليبيديك، يعني غادي نشوفوا لا ستركتور ديالو، دونك عنده واحد دوبل كيش كوش باردون ليبيديك. سوسون هاد لي دوبل كوش ليبيديك، سوسون دي فوسفوليبيد، يعني سوسون دي فوسفوليبيد كي تكونوا ملي فوسفوليبيد. فوالا الشكل ديالهم كيفاش داير، كيكون عندهم كيف ما قلنا واحد لوطيط، هذا واحد لوطيط اللي قلنا كيكون يعني هيدروفيل، يعني كيكون محب للماء، محب للماء. وكاكي وهاد لو كو ديالو يعني كيتكونوا مديتاتهم لي كو، هاد لي كو ديالهم كيكونوا كارهين، يعني كيكونوا كارهين للماء. فوالا يعني هاد لي دو كوش لي بيديك كيكونوا يا اما سوا كيكونوا بيرميابل، يعني كيخليو لنا لي سيبستونس يدوزو، ولا كيكونوا امبيرميابل، يعني ال جو دو رول، يعني سوا بيرميابل سوا امبيرميابل. دونك concernant la perméabilité pour des molécules hydrophobes، يعني دي موليكيل كيكونوا كارهين للماء، بحال لي هرمون ستيرويد. pourquoi car elles ont la nature lipidique، حيت هاد لي هرمون ستيرويد لا nature ديالهم هي واحد الطبيعه يعني ليبيديا، او لا ما يسمى، يعني كيكون فيها كتسمى لا غريس، يعني لي ليبيد. دونك عندهم لا ميم ناتور ديال هاد المومبران اللي قلنا، اولا هاد لي دوبل كوش ليبيديك، يعني كيكون عندهم لا ناتور ليبيديك. انسي il y a l'oxygène ou CO2 دي بوتيت موليكيل بولير نو شارجي، بحال الجليسيرول وليزيوري اللي هو البول. دونك يعني هادو كاملين هاد لي موليكيل فكيخليهم يدخلوا لا مومبران. في دوتر كوتي، في الجانب الاخر، امبيرميابل الاش ما كيخليش يدخلوا لي غروس موليكيل، يعني لي الجزيئات الكبيره، سورتو نو شارجي كوم لو غليكوز. اوسي il y a les ions بحال الان ا بلس ال موان اكسيتيرا، اي دي موليكيل هيدروفيل اللي كيكونوا محبين للماء. فوالا دونك فوالا لا مومبران، لي زيشونج كيفاش كيتمو، يعني يا اما كيكونوا سامبل، يا اما كيكونوا باغ دي كانو بروتييك اللي هما هادو، غادي نشوفوهم بلي ديتاي لي كانو اللي كانوا هما هادو. فوالا دونك غادي ندوزو اون فاباس. دونك دابا شنو غادي نشوفو؟ دابا هادو ترونسبور مومبرانير كاينين فيه دو تيب، يا اما كيكون ترونسبور مومبرانير باسيف لي سون ATP، مي كيحتاج الATP، مي كيحتاج لينيرجي، ولا اكتيف كيحتاج الATP. دونك الا ما كانش لينيرجي ولا ما كانش الATP ما يمكنش يدير لنا هاد لو ترونسبور. دونك لو ترونسبور باسيف، غادي نبداو، اون فا كومونسي بار لو ترونسبور باسيف. سوفيكتي سولو اش سولو لو غراديان دو لا كونسونطراسيون دو بلي كونسونتري فير لو موان كونسونتري، يعني هاد لو ترونسبور باسيف كيتم يعني واحد لو كومبارتيمون ولا واحد الوسط اللي فيه الكونسونطراسيون مرتفعه بلوز ايلفي، فيغ واحد الوسط اخر اللي الكونسونطراسيون ديالو كتكون منخفضه. فوالا الان غادي نشوفو لو ترونسبور اكتيف اللي قلنا كيحتاج لينيرجي. دونك هاد لو ترونسبور اكتيف
s'effectue contre le gradient de la concentration, يعني ديال la concentration, يعني هذا le transport actif ou عكس le transport passif. يعني كيدير بحال كنقولوا راسو قاصح كيدي لنا من الوسط اللي فيه la concentration ضعيفه في اتجاه الوسط اللي الكونسنتراسيون ديالو مرتفعه بحال كيمشي لنا من لهنايا من العكس يعني لو موان كونسونتري فيغ لو كومبارتيمون او بيان لو ميليو بلي كونسونتري. دابا هاد الترونسبور هاد الترونسبور اكتيف كينقسم لجوج يا اما كيكون بريمير. علاش بريمير؟ il utilise l'ATP mais par la production de lui-même يعني كينتج كيحتاج لنا حتى هو يعني الانرجي باش يدير لنا لو ترونسبور مي هاد الانرجي هو اللي كينتجها ما كيجيبهاش من حاجه اخرى يعني هو اللي كينتجها بنفسه وكيستعملها اولا كيستهلكها باش يدير لنا واحد لو ترونسبور عكس لو ترونسبور سيكوندير اللي حتى هو كيحتاج ل ATP a besoin d'ATP mais qui est produit par les échanges électrochimique يعني كيحتاج لنا لينيرجي لكن ما كينتجهاش هو كيجيبها من لي زيشانج الكتروشيميك بيان سي كلير. دونك دابا غادي نشوفو لو ترونسبور بار ديفيزيون. كاين لو ترونسبور بار ديفيزيون اللي حتى هو كينقسم لجوج يا اما ديفيزيون سامبل سون يوتيليزاسيون دي بروتيين حنا غادي نشوفو من بعد يعني ما كيحتاجناش لي بروتيين يعني كيكون سامبل من الميليو اكستيريور فيغ الميليو انتيريور او بيان لو كونترير مي سون يوتيليزاسيون دي كانون اللي قلنا دي كانون هما سو سون دي كانون بروتييك و ديفيزيون فاسيليتي هو سي لو كونترير سي لو كونترير ديال لو ديفيزيون سامبل il utilise لي بروتيين او بيان il utilise داك دي كانون بروتييك بور في او بيان بور فير لا ترانس لو ترانسبور فوالا. دونك كاين aussi le transport par l'osmose يعني l'osmolarité si khassa hiya يعني بلو كيكون خاصه بالماء si le cas de la diffusion de l'eau entre les deux compartiments يعني هو واحد les échanges ما بين les deux compartiments de la cellule كنسموه l'osmose حيت كيكون خاص بالماء دائما toujours le transport il se fixe entre ou bien deux milieux moins concentrés, les quasiment hyptoniques, vers le milieu plus concentré, les quasiment hypertoniques. Et d'ailleurs, nous avons les quatre qu'on chauffe d'affaires la concentration vers le wasat les qu'on fait marcher à la concentration. Donc voilà les quatre types de la transport membranaire, des transports passif وهذا اللي كينقسم لجوج يا اما كيكون سامبل يعني هكا بلا ما يحتاج لنا لهاد لي كانو او بيان فاسيليتي ديفيزيون فاسيليتي اللي كيحتاج لنا لهاد لي كانو اوسي كاين يعني الترونسبور اكتيف اللي كيحتاج لنا لينيرجي يعني ضروري لينيرجي باش يدير لنا هاد لو ترونسبور. Voilà la diffusion facilitée qu'on a représenté le transport d'une substance par l'intermédiaire de transport يعني كيحتاجونا لواحد الكانون. Donc voilà هذا هو le milieu extracellulaire وهنا كيكون le milieu intracellulaire. Voilà le transporteur اللي هما ce sont des canaux donc facilité par هاد les canaux لما كانوش هاد les canaux mais il y a des nages de transport. Par contre, la diffusion le simple. Voilà. Donc, il y a le cas de l'osmose, l'osmolarité. Voilà l'osmolarité. Donc, Tim Shinna, l'eau. Voilà. Donc, il y a une expérience, le membrane. سومي بيرميابيليتي يعني عنده واحد النفاذيه جزئيه دونك حطوا لنا لو هنايا في لو ميم نيفو كيف ما كتشوفوا ولكن لا كونسونطراسيون اللي كاينه في هذا لو ميليو هذا اللي هما هاد لي سيبستانس بين هاد لي زايون اللي عندهم لا كونسونطراسيون بليز ايلفي ولكن هذا لا كونسونطراسيون ديالو فهي موان ايلفي يعني منخفضه. فلاحظوا من بعد ان الماء مشى
من لا كونسونطراسيون موان زيلفي فيغ لو ميليو اللي فيه الكونسونطراسيون بلوز زيلفي. دونك هذه واحد الشيما اللي كتوضح لوسمولاريتي ديال لون. Voilà, donc d'autres systèmes, il y a d'autres systèmes de transport, qui est le système de transport endocétose, transport exocétose, pardon, c'est le contraire, c'est l'axe, le transport exocétose, vous voyez qu'il y a des substances qui sont dans la cellule, comme les mitochondries, ou le ribosome, ou un autre organe, il faut dire qu'il y a des vésicules, ou des acquiesces, ou qu'on vers le milieu extérieur. Là, c'est le contraire. La cellule par du vésicule, quand tu as des substances, ou tu as vers le milieu intracellulaire. Voilà le schéma que tu as dit. Voilà le schéma que tu as dit. Schéma général. Tu as dit le transport endo et exocétose. Qui est des vésicules. Voilà le vésicule qui est les substances ou tu as dit vers le milieu intracellulaire. Et voilà l'exocétose. Voilà l'exocétose. Il y a des vésicules qui retournent à des substances les morts ou qui retournent vers l'extérieur. Donc, on a le de la vidéo. D'autres vidéos, d'autres parties, le même modèle, le modèle de la biologie cellulaire. إذن إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.